الاعترافات 100% ضدها، كلشي ضدها من غير التنازل. التنازل كتقطع، والعموميه راه كان السيد قرا الملف، قرا داكشي كله، راه يلا خرجنا مقرره مع 10. قلت لك تصبح مع 10 نقول لك، راه نتوما جوج ولا جوج ونص تمشيو باش تدخلوا للقاعه تسمعوا الحكم ديالك. المهم راه كانوا باغيين نعطيو 8 شهور ياك. دابا راه حنا وقفناها في شهرين، ضربت فيها 20 يوم، باقي لها 40 يوم. هضرت مع السيد اللي بلاتي تنكونفيرمي مع الناس، هذاك الشيء علاش عيطت لك. شهرين شهرين ضربت فيها 20 يوم، بقى عندها 40 يوم وبزز، ماشي بزز فوت بزز. وانا كنقول حنا في الاول تفاهمنا عن الخروج عادي، وانت كتقول لي الخروج دابا عاد دابا عاد فهمت عليا غنفاهمو. دابا السيدة داكشي مأمبليكي بها 100% من 8 شهور العام غتاخذ هذيك، ما عندكش بها اشكال. حنا دابا حيت هذاك السيد اللي غيعطي القرار ديالو اللي هو الرئيس، علاش انا باقي دابا ما وقع والو، دابا انا باقي ما درت حتى شي حاجه، راه تعيطي ليا وعطيني ساعتين ثلاثه سوايع ما كنطلق انا وياك. راه السيد قلت لي بلاتي اخويا، دابا السيد غيعطي واش راه غتسمع الحكم ديالها، فسميتو ضربات فيها 20 يوم، باقي لها 4 سيمانات وتخرج. فكري ميل فرات ثقيل، هادشي اللي سفرات عليه المسائل، حيت اللجنه كاينه اللجنه ديال القضاء كتفتت جميع الملفات. انا راه ما درت حتى شي حاجه بور لانستو، راه داكشي اللي وقفتو لك دابا راه هو اللي ما واخا ما عاد فين واخا ما عاد شكون التدخل اللي ديري. حيت الفعل عاد تنطي ليا وفاء، عاد نفسر لك دابا الفعل الجرمي ثابت على الوالده بداكشي اللي كاين في المحضر. السيد قال لي هادشي راه ماشي غتابعها النيابه العامه، راه تابعه النيابه العامه، ما نقولش لي تكوين عصابه اجراميه وداكشي بلا ما نبقى نكثر لك في الهضره. دابا السيد يلا تفارقنا حنا مع 10 ونص، قال لي شهرين ديالها تاخذها تسمعها دابا في الحكم، ضربات فيها 20 يوم، باقي لها 4 سيمانات 40 يوم. لا عيطت لك الوالده، انت عندك الوقت من هنا لجوج ونص ثلاثه، قبل جوج ونص من هنا لوحده ونص باش تقولي لي السيد الاخر واش يعطيه الاوك ولا يقول لي حبس. عيطت لك الوالده تشاوري معها، راه عيطت لي في التليفون، كنت انايا في السونتر ديال الدم كنعطي الدم، قلت لها ما نقول لك حتى شي حاجه حتى نشوف الدريات. شوفي معاها ردي عليا، هي اللي عارفه دابا المسائل الداخل شنو فيها. هي الله يهضري معاها. الو ماما، اختي قال لك شهرين دازت فيها 20 يوم ديالها، قالك دازت فيها 20 يوم، باقا لك 40 يوم. لك وي وافقتي توريا دابا تنطي توريا باش تفهمي. دابا الملف ثقيل، دابا الاعترافات ديال البوليس راه ضدك، راه شتي المرافعه كيفاش دازت لي شافها يقول لها السيده. عاد تنطي دابا راه عاد صنطي ليا، عاد صنطي ليا، صنطي ليا دابا فهميني مزيان. دابا باقي ما درنا والو، جيت كابريزون، باقي السيد ما عطاش للسيد الاوكي. دابا انا جيت نتشاور مع الدريات، انا غادي نعاود نعيط. لا راه ما كايناش، لا لا قلت لها 4 ونص 3 ونص او 104 ونص. دابا خلي البكا توريا اختي، خلي البكا، راه 3 ونص اللي عطاتني وفاء باش تفهمي، راه 3 ونص ماشي 4 ونص. هذه أول حاجة، ثاني حاجة حنا عندنا باقي ما درنا والو دابا، راه ما كانتش أنا غنعيط للسيد في التليفون قدامه تسمعها، هي غتسمع. أختي راه شهرين، راه كاين اعترافات، راه اعترفتي عند البوليس وقلتي لهم شديت 5000. دابا توريا سمعي النطق بالحكم باقي ما كاينش دابا حتى للجوج. السيد أنا علاش جيت دابا الصباح؟ حيت هذاك الشيء اللي وصلني السيد من فمو لودني. دابا جيت نتشاور مع الدريات الحل اللي مزيان غادي نديرو. انا غنعيط دابا في التليفون للسيد، اذا قال لي الخروج غنقول لا ما قالش ليا، راه غندير معاه مع الجوج. اوتي حنا كرهنا تخرجي دابا، من دابا يعيطوا عليك يصيفطوا لك القرار. توريا شهرين صنطي ليا توريا وشوفي المشكل اللي عندك، ما تشوفيش شهرين، راه ضربتي 20 يوم، شوفي الحجم ديال المشكل. ايوا قريبا تكملي شهر، باقي لك 10 الا بغيتي. انا دابا مازال غناكد للسيد وقلت ليه مازال يطلب، انا غندوز دابا التليفون عاود عيطي لبنتك دابا. يلا ماشي كنعيطو الاستاذ دابا.
واش ما كاينش كيدير عاد؟ اختي هو دابا نتوما ماشي شي وحدين ولا غتفلاو شهر بقى لها زعما شهر هو كملها وتخرج استاذ كي داير استاذ لاباس عليك اي الله يوصلك على خير اخويا قول لي اخويا انا معايا الدريه بنت توريا الله يستر عليك راه هما موافقين يقضيو الغرض على المساله اللي كاينه على قبل هذيك ما جات هذيك ال 40 يوم اللي بقات لا واش غنشوفوا ولا باش نعطيهم كلمه استاذ هما معايا قال شهرين لا شهر بعدا غادي نقول لك شهر واش دابا زعما فين راه دابا دازت شهر هي تقريبا جايه لشهر ولا شفت كدير عاد كيهضر مع الرئيس مباشر